وصلت دلوقتي لمطار القاهرة الفنانة المصرية الجميلة شيرين. مبروك عليكي طفلتك الجديدة. ربنا يخليكي يا حبيبتي. ممكن تقوليلي عملتي كده ازاي؟ ازاي يعني؟ مش فاهمة. مصر كلها لازم تعرف، ولا انت خايفة تواجهي مصر بحقيقتك؟ ده سكريبت حلقة الواد المحكوم عليه بالإعدام يا ريهام. سوري. مالك يا حبيبتي؟ انت من امتى وانت كده؟ كده ايه؟ مش فاهم يعني ازاي الكون ده بالغلاف الجو العظيم ده وتبقي مش شايفة ان في اله للكون؟ ده سكريبت حلقة الواد الملحد يا ريهام، ركزي بقى. معلش. انت بتتعاطي حاجة يا حبيبتي؟ انا بس جاية النهاردة علشان اقولك قدام مصر كلها كلمة واحدة، انتي حيوانة. ده انت اللي ليلة امك سودة. والله لعمل عليكي حفلة في الثلاث حلقات ورا بعض. استنى يا اسطى، استنى يا منفسنين.